عوامل متعددة، هناك عوامل متعددة للتردد في الاجتياح البري. أولا، لا يوجد لدى القيادة الإسرائيلية، وهذا ما يتحدثون عنه علنا خصوصا الجنرالات، لا يوجد خطة واضحة ماذا يريدون من الاجتياح البري. يريدون تدمير مقرات حركة حماس ومراكز السيطرة والتحكم. طيب، هذا ما يقوم به الطيران في كل يوم، كاربت بومبينج. ما يجري الآن ليس تدمير مقرات حركة حماس أو الجهاد أو الفصائل المقاتلة في قطاع غزة، بل تدمير قطاع غزة على رؤوس ساكنين. لذلك من الجانب العسكري المحض، الجنرالات يقولون إذا بدأنا بالاجتياح البري ما الغاية؟ ماذا سنفعل؟ هاي واحد. اثنين، هناك تردد لأن مش عارفين مستوى المقاومة التي ستواجههم، ويبدو أن هناك استعداد ما للمقاومة، خصوصا أن إسرائيل لا تعرف ماذا يوجد في الأنفاق. تعرف أن هناك أنفاق، لكن لا تعرف خريطة هذه الأنفاق على الإطلاق، وكيف سيقفز عليهم رجال المقاومة في حال الدخول البري. أبعد من ذلك، أنا برأيي التردد مصدره أمريكي محض. الولايات المتحدة الأمريكية لا تشجع على الدخول البري، على الاجتياح البري لقطاع غزة قبل أن تحسم مسألة الأسرى. تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تستعيد الأسرى قبل الدخول البري، أي نزع هذه الورقة من أيدي الفصائل المقاتلة قبل أن تصبح فيما بعد على طاولة المفاوضات. هذه أسباب عامة، وهناك أسباب خاصة أنه في تململ لدى القيادات العسكرية، وظهر ذلك واضحا حتى أن الاجتماع بين نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الأركان كان يعني مجرد القول للجماهير أنه نحن متفقين، والحقيقة هم مختلفون تماما على قائمة الأهداف وماذا سنفعل بعد أن يتم الاجتياح البري. ماذا سنفعل؟ لا يوجد أي وضوح لدى القيادة الإسرائيلية، وهذا ما يجعلها مترددة في عملية الاجتياح البري. لازلنا في بداية المعركة. صح أنه يعني دخلنا الأسبوع الثالث على عملية طوفان الأقصى، إلا أن من غير الواضح على الإطلاق متى تنتهي هذه الحرب أو هذه العملية. برأيي أنه لازلنا في البدايات، خاصة أن إسرائيل مترددة جدا في عملية الاقتحام البري، ولا نعرف خياراتها على وجه التحديد. ربما نستطيع أن نستدل على هذه الخيارات، لكن من غير المؤكد ماذا ستختار إسرائيل من بين الاحتمالات المتوقعة. وبهذا المعنى أظن أنه قضية فلسطين الآن تغمر العالم كله، مكللة بالدم والدمع وحضور آسر في جميع أنحاء العالم، لكن المآلات والنهايات غير واضحة على الإطلاق حتى الآن. يعني كمان ذكرتيني بحرب فيتنام. كان في آنذاك فيتنام الجنوبية تحت السيطرة الأمريكية، عاصمتها سايغون، وفيتنام الشمالية عاصمتها هانوي. دمرت هانوي تدميرا كاملا، تحملت عبء المقاومة الفيتكونغ في فيتنام الجنوبية. فكان في مدينتين، مدينة هانوي فوق الأرض مدمرة تماما، ومدينة هانوي تحت الأرض. حتى أن قائد العمليات العسكرية تحت الأرض حينما ظهر أول مرة فوق الأرض وشاهد الشمس، يعني أصيب بالعمى المؤقت لأنه سنوات طويلة وهو تحت الأرض. الآن كاربت بومبينج في قطاع غزة تعني تدمير كل شيء. لا يوجد على الإطلاق منطق عسكري فيما يجري في غزة. هناك روح الانتقام وروح التدمير وروح الإيذاء، هذا ما تفعله القوات الإسرائيلية وتحديداً الطيران الإسرائيلي. بعد الضربة التي وجهت لهم في 27، يعني أصبحوا مجانين. هناك يمين مجنون
يقوم بعمل تدميري خالص لقطاع غزة، هو لا يتقصد المواقع العسكرية أو المراكز السيطرة والتحكم على الإطلاق، هو يتقصد شعب غزة، يريد أن يحدث نوع من الترانسفير وأن يجعل من قطاع غزة منطقة غير صالحة للعيش حتى بعد وقف إطلاق النار. هذا هو مفهوم يعني كاربت بومبينج، أي مسح الأرض، عملية مسح، يعني جعلها متساوية، العمائر متساوية مع الأرض. الحقيقة هو قصف مجنون، مجنون بكل معنى الكلمة، انتقامي لا غايات له غير التدمير والقتل والانتقام. هذا ما لماذا؟ لأن لا يوجد لدى القيادة العسكرية الإسرائيلية قائمة أهداف أو خطة أهداف لاحقة، حتى لو، وأنا أرجح الاجتياح البري، لأن إسرائيل من دون الاجتياح البري تكون قد هزمت. ماذا فعلت؟ تلقت الضربة الكبيرة الأولى التي ستبقى عالقة في جسدها لسنوات طويلة، وبالمقابل ماذا فعلت؟ غير التدمير والقتل والتدمير والقتل، إنه الآن يعني بيسحنوا مثل ما بيقولوا الصخور، عم يقصفوا ما هو مقصوف ومدمر. وبهذا المعنى الاجتياح البري ضروري لكي تقول إسرائيل أننا حققنا شيء من الانتصار، استعدنا الأسرى، ضربنا حماس والجهاد وبقية الفصائل، والآن نفاوض على المرحلة المقبلة. إذن بالرأي لابد من اجتياح البري بالمفهوم العسكري المحض، لكن الأهداف السياسية اللاحقة غير واضحة لدى القيادة الإسرائيلية، وهذا ما يجعل التململ والتردد كبيرا جدا. وأبعد من ذلك أن استخدام الاحتياطي، يعني بين 300-350 ألف جندي، هذا يعني الحياة معطلة في إسرائيل. هؤلاء الجنود هم موظفون، وهم أصحاب مشاريع صغيرة أو كبيرة، موظفون في القطاعات الإنتاجية وفي الشركات الناشئة وفي القطاع الهاي تك، كله هو معطل في إسرائيل، ولا تستطيع إسرائيل التحمل إلى مدى طويل، يعني شهور طويلة من استدعاء الاحتياطي، فلا بد من الحسم القريب. ما يخيف إسرائيل والولايات المتحدة أيضا، والولايات المتحدة هي التي تدير الآن المعركة إعلاميا وسياسيا وعسكريا حتى، يعني مضطر بايدن يكذب كذبة تماما بقصة قتل الأطفال وتقطيع رؤوسهم. فعلى أي حال يعني ما يعيق الاجتياح البري الآن هو الخوف من التطورات اللاحقة. ماذا لو انفجرت جبهة الجنوب اللبناني مثلا؟ لا الولايات المتحدة تريد ذلك، ولا إسرائيل تريد ذلك، ولا نحن نريد ذلك، لكن الأمور مرهونة بتطورات الميدان وما يمكن أن ينزلق إليه الوضع. البارحة في قصف بدرعة، لأنه قبل أو البارحة طلقت صواريخ من درعة أو منطقة قريبة من درعة باتجاه الجولان، إذن كلها إشارات إلى أن المعركة لن تقتصر على قطاع غزة، فيما لو تطور الوضع الميداني إلى ما هو أسوأ من ذلك بكثير. أحد يريد الحرب حكما، يعني من اللبنانيين ومن القوى السياسية اللبنانية، لأن الجميع يعلم المخاطر التي يمكن أن تنجم على هذه الحرب. لكن الحقيقة ما يجري بالجنوب ليس إطلاق صواريخ يعني من جنوب لبنان، هناك اعتداءات إسرائيلية في الوقت نفسه، يعني وحتى الآن منضبطة الأمور ضمن ما يسمى قواعد الاشتباك، يعني ضرب بضرب، تطلق عليه صاروخ برد لك بصاروخ، يعني يقتل جندي إسرائيلي أو العكس، فيتم قتل جندي أو اثنين من جهة المقابلة. حتى الآن الأمور منضبطة في هذا النطاق، لكن من يضمن كيف تتطور الأمور؟ وأنا برأيي لا أحد يريد الحرب، بما في ذلك حزب الله وإيران أيضا، وهناك رسائل متعددة قيلت على لسان وزير الخارجية أن إيران لن تدخل حرب إلا إذا هي تعرضت لهجوم. مندوب بالأمم المتحدة كرر هذا الكلام، أننا لا علاقة لنا بالحرب إلا إذا تعرضت مصالحنا القومية أو مواطنونا إذا تعرضوا لأي مخاطر. وأبعد من ذلك الولايات المتحدة لا تريد توسيع الحرب، ولا حتى إسرائيل.
صاحب قرار الحرب الآن برأيي هو السيد حسن نصر الله، بمعنى أنه سيزين الموضوع، وهناك تقدير للموقف. إذا صار هناك اجتياح شامل لقطاع غزة فربما يتخذ القرار بفتح الجبهات، ليست الجبهة اللبنانية فقط بل أيضا الجبهة السورية، وربما جبهات أخرى كاليمن ومضيق هرمز، بحر العرب، العراق، سوريا، ضد القواعد الأمريكية الموجودة في التنف أو حقل العمر أو شمال شرق سوريا، أو حتى قاعدة عين الأسد بالعراق كما تعرضت لإحدى الصليات الصاروخية. بهذا المعنى يعني الاحتمال كبير جدا إذا تم اجتياح شامل لقطاع غزة أن تفتح الجبهات الأخرى، لسبب بسيط، أنه تقدير الموقف ربما يكون أنه إذا قضي على حماس والمقاومة في قطاع غزة فالدور جاي على حزب الله وعلى بقية الفصائل الفلسطينية، فلماذا ننتظر الدور لندخل الحرب منذ الآن لعلنا نعدل بالنتائج؟ هذا مجرد تقدير موقف، لا أحد يعرف ماذا سيحصل بعد 24 ساعة، يعني كله عبارة عن تخمينات أو تقدير موقف. لكن بشكل عام أنا برأيي أنه لن تفتح جبهة الجنوب، ستكون هذه الجبهة مساندة ومشاغلة للعدو الإسرائيلي، لكن لن تكون في حالة حرب شاملة، لسبب بسيط، إذا كانت المقاومة في قطاع غزة قادرة على مواجهة الاجتياح البري بوسائلها القتالية وبتكتيكاتها وبقدرتها على التخفي في الأنفاق التي لا يعرف أحد هذه الشبكة إلا من حيث التقدير، إذا كانت قادرة على مواجهة الاجتياح البري فلماذا تفتح إذن الجبهات الأخرى؟ أما إذا كان القضاء على حماس كما تريد إسرائيل حاسما وباتا وقاطعا فأظن أن خيار الدخول بالمعركة يصبح أعلى، وفي أي حال لابد من انتظار تطورات الميدان ومآلاته كي نستطيع أن يعني على الأقل يعني نرى ملامح للأيام المقبلة. نتذكر حرب 82، حرب 82 نجحت إسرائيل في إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، وتشتتت القوات الفلسطينية في السودان وفي اليمن وفي الجزائر وفي ليبيا، فضلاً عن سوريا والعراق، يعني جيش التحرير الفلسطيني، وأصبحت القيادة الفلسطينية في تونس، يعني هناك شتات كامل، وقاعدتها البشرية والقاعدة على الأرض في لبنان فقدت من يد منظمة التحرير الفلسطينية، وشعر آنذاك أنه منظمة التحرير أصبحت جسد ميت، لكن هذا لم يكن صحيحاً، لقد استطاعت منظمة التحرير الفلسطينية أن تعيد تشكيل ذاتها ومؤسساتها وقواتها العسكرية، وأن تعمل على إشعال الانتفاضة الأولى التي أعادت المنظمة إلى الواقع السياسي العربي، وهذا ما أهلها إلى أن تلتحق بمؤتمر مدريد للسلام، حيث كان المطلوب يعني إلغاء منظمة التحرير وعدم إشراكها في أي جهد نحو السلام، لكن الانتفاضة الأولى واستعادة المنظمة لقوامها أمكنها بواسطة ذلك أن تستعيد موقعها السياسي. نفس الأمر أظن ينطبق الآن على قطاع غزة، لأن حماس يعني مش مجرد تنظيم لو قتلت أعداد كبيرة من أعضائها أو القادة أو أسر البعض وجرى تفكيك منظوماتها تنتهي، لا، حماس في عندها كمان يعني مجال بشري واسع جدا، كونها يعني منظمة عقائدية هي الإخوان المسلمين في فلسطين، لذلك من الصعب القضاء على حركة حماس، يمكن إضعافها، تحطيم مواقعها، مقراتها، إضعاف يعني قدراتها العسكرية إلى آخره، لكن من الصعب إلغائها نهائيا لأنها ذات طبيعة عضوية، أي لها نطاق بشري، وأظن حتى لو تم القضاء عليها في قطاع غزة فيكون ذلك مؤقتا، لأن في إمكانها أن تستعيد لاحقا وبالتدريج بناء مؤسساتها وقدراتها مجددا، وإن كان ربما يعني الأمر يستغرق زمنا أطول. لذلك فكرة القضاء على حماس يعني ضعيفة أو مشكوك بجدواها على الإطلاق.
أما بالنسبة إلى الأسرى، بطبيعة الحال يعني إسرائيل تريد استعادة الأسرى لكي تقول أنه استعدنا مواطنينا، وهذا انتصار بالنسبة لها. والولايات المتحدة أيضا كما ذكرنا تريد انتزاع هذه الورقة من أيدي الفصائل المقاتلة، وبالتالي تصبح بلا أنياب، يعني ما عندهم أوراق قوة للتفاوض لاحقا في شأن إطلاق الأسرى الفلسطينيين 5000 أو أكثر الموجودين في السجون الإسرائيلية. لكن اسمحي لي أن أقول إنه حتى إسرائيل يعني قصة الأسرى مش كتير، هي مهمة إعلاميا ومهمة على الصعيد الحركة السياسية، لكن عند الضرورة يمكن القضاء على الأسرى حتى لو ماتوا في أثناء الاجتياح، بهمهم الهدف وليس الأسرى. الأسرى ورقة للعلم، يعني كي يعلن إنه نحن في صدد استعادة أسرانا ولن نتخلى على أسرانا، وهذه قاعدة لدى الجيش الإسرائيلي. لكن حتى الجيش الإسرائيلي عنده 4 عند حماس من زمان، يعني من يعني تقريبا 9 سنوات، عنده أشلاء جنديين، وعنده جنديين، واحد فلاشة وواحد من بدو النقب، ولا تفعل شيء إسرائيل من أجل هؤلاء غير بالمناسبات. الآن مسألة أبعد لأن العدد كبير جدا، وكل الدول بديهم، يعني هناك يهود فرنسيين، يهود أمريكيين، يهود ألمان ربما، يهود إنجليز، الجميع يريد أن يستعيد هؤلاء. لكن بالنسبة لإسرائيل في التاريخ يعني مستعدين ينفذوا مبدأ هانيبال، أنه إذا كان المقصود الوصول إلى وسط قطاع غزة وهذا يعني موت الأسرى فليموت الأسرى، لكن لن يعلنوا ذلك، لن يقول الإسرائيليون أننا طبقنا مبدأ هانيبال. لكن بالممارسات هم دمروا، معروف يعني بتاريخ الهاجانا وتاريخ الجيش الإسرائيلي لاحقا في عهد بن غوريون، أنه فجروا سفينة ألتالينا مقابل ميناء يافا لأن كانت تنقل أسلحة إلى حركة حيروت، وبن غوريون ضد حركة حيروت ففجرها وقتل من قتل فيها. وقبل ذلك سفينة ستروما أيضا فجروها في اسطنبول لأن السلطات البريطانية رفضت دخولها محملة بالمهاجرين اليهود إلى فلسطين لإرضاء العرب آنذاك، فجروها كي يقولوا للعالم اليهود يقتلون لأن الإنجليز يمنعونهم من الوصول إلى فلسطين. فلذلك في العقل السياسي والعسكري الإسرائيلي إنه إذا كان الهدف يقتضي قتل الرهائن أو يؤدي إلى مقتل الرهائن فمش مهم، المهم الهدف.